أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظرین آج ہم اتحیات سیکھیں گے آپ نے اس کو غور سے سننا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً وأشهد أن محمداً عبده ورسوله